فجأة كده صحينا من النوم لقينا العالم كله بيتكلم عن دولة الهند اللي بقى اسمها بهارات. القضية بدأت إمتى؟ بعد طرح الاسم ده في فعاليات قمة العشرين، وكان وقتها كان عايزين إن هم يقدروا يغيروا الاسم. إحنا عارفين إنه طبعا اسمها الفعلي الهند أو إنديا بالإنجليزي زي ما كان متعارف عليه دوليا وقت الاستعمار كمان. طيب الاسم التاني ده ايه؟ ايه بهارات ده؟ هو الاسم التاريخي الحقيقة، والاسم ده مستخدم في الثقافة الشعبية والتاريخية للهند. يعني الناس الأهل الهند والهنود عارفين الاسم وبيستخدموه بشكل متداول ولكن بشكل محلي، ومنصوص عليه كمان في الدستور الهندي جنب اسم الهند، وده مرتبط طبعا هم بيقولوا ان اسم الهند أو إنديا مرتبط بالاستعمار البريطاني. ده هيفسر لنا كمان الكلام اللي هنقوله، انه بهارات دي هي كلمه تعود الى الكتب المقدسه، الكتب الهندوس الدينيه القديمه. والحقيقه انه رئيس وزراء الهند نار يندر مودي، يعني اتمنى يكون ده اسمه الحقيقي، بنحاول كمان هو يعني عايز يلغي موروث مظاهر الاستعمار. وقال رئيس الوزراء انه ربما ده يخلي، علشان طبعا بقى عندهم حته انه الهند او انديا ده الاسم الانجليزي اللي حطوه الاستعمار الانجليزي. لكن خليني اخد مزيد من التفاصيل واشوف هل فعلا هيتم تغيير الهند وتبقى بهارات. دكتور احمد مصطفى رئيس مركز اسيا للدراسات والترجمه يضعنا في هذا الموضوع بالتفاصيل. دكتور احمد مساء الخير. اهلا بحضرتك. يعني صعب قوي ان احنا نصحى الصبح نلاقي بلد كبيره جدا زي الهند بتعداد السكان واللهجات والديانات انه يتغير الاسم كده. الاسم والمدلول هو بالفعل هو استخدم في قمه يعني انتهت النهارده، قمه الاسيان اللي هي دول مجموعه دول شرق اسيا اللي بتترأسها طبعا جمهوريه اندونيسيا. او فطبعا يعني الموضوع مرتبط بالثقافه زي ما حضرتك قلتي، لانه انت تعلمين ان الهند كانت معروفه في العالم سواء العالم القديم او الشرق او حتى اوروبا بتجارتها للتوابل اللي هي البهارات زي ما احنا بنقول عليها برضه باللغه العربيه او باللغه الهنديه. كمان انه مرتبط بالاقتصاد. فصادرات الهند هذه السنه الهند صدرت حوالي 1.4 مليون طن نفط بقيمه 3.1 مليار دولار للعالم من خلال البهارات. فمع قمه الاذيان كان موجود، القمه انتهت النهارده وهي قمه بتعقدها هذه المجموعه مع احدى القوى الدوليه كل سنه، وبيكون ليها شعار وبيكون ليها موضوع. موضوع السنه كان مع الهند كاحد القوى الدوليه الواعده والقريبه من دول الاذيان سواء في التجاور الجغرافي او في الثقافه، لانهم الاثنين بيجمعهم الثقافه الثقافيه. ايضا بالنسبه لقمه العشرين اذا رجعنا ليها فهنلاقي انه الشعار كمان مستوحى من اشهر بهارات يمكن بتصدرها الهند، وليس فقط الهند بل ايران وافغانستان وباكستان وغيرها، اللي هو الزعفران او زي ما بتقول عليه جوازا بالعربيه الزعفران بالوانه الابيض والاخضر والازرق. فهو تمام. هنا كمان بيضع بعد دي للقمه وبيصدر الهند على انها دوله بالفعل مع موضوع التنميه المستدامه، على عكس ما يصار ان الهند والصين من اكثر الدول تلويثا كما يصار في الاعلام الغربي. وكذلك هو بيضع كوكب الارض جنب جنب مع زهره البوتس، وهي زهره وطنيه في الهند، وهي زهره تعكس النمو وسط التحديات. أكيد. وتعكس نهج الهند المؤيد للحياه على كوكب الارض والذي يتناغم مع الطبيعه. فيعني حتى اسفل شعار مجموعه العشرين موجوده كلمه بهارات مكتوبه بالخط الديفان اجاد، وهو خط ينعكس من اللغه السنسكريتيه القديمه، تلك اللغه القديمه الهنديه. ايضا القمه ايضا تعني بنفس اللغه فاسوديف كوتو مباكان، او ارض واحده، اسره واحده، مستقبل واحد.
وهي مستنده ايضا من النص السنسكريتي القديم لامها اوبا نيشاد في الاساس، ويؤكد الموضوع على قيمه جميع اشكال الحياه سواء للانسان او الحيوان او النبات او الناس اللي بتعيش على الارض وترتبط بكوكب الارض وفي الكون الاوسع. يعني الحقيقه التفاصيل كلها مهمة جدا، وطبعا دي حرية للهند، ويمكن ربما كمان الحالة النفسية احساسهم بان هم عايزين يخرجوا بره الاستعمار، انه رئيس الوزراء الهندي ناريندر مودي يكون عايز هو كمان يحقق ده في وجوده في رئاسته للوزراء. دكتور احمد مصطفى اشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل، رئيس مركز اسيا للدراسات والترجمة.